حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. من هم يأجوج ومأجوج؟ من هم يأجوج ومأجوج؟ هما أمتان من الناس يعيشان الآن وراء السد الذي بناه ذو القرنين، فإذا اقتربت الساعة خرجوا على الناس، فدورهم يأتي بعد خروج الدجال ثم قتله على يد عيسى ابن مريم عليه السلام. هم أصحاب قوة لا تقاوم وأعداد لا تحصر، أذاهم شديد وضررهم بالغ، ولا يد لأحد على مقاومتهم. يفر الناس منهم إلى الجبال أو يتحصنون في بيوتهم ويلوذون ويلجؤون إلى الله بالدعاء والتضرع، ويصيب نبي الله عيسى عليه السلام ما يصيب الناس من الهول والعنف، فيؤمر بأن يحرز بعباد الله إلى الطور، أي يتحصن بعباد الله في جبل الطور، وهناك أي على جبل الطور يرغب إلى الله بالدعاء عليهم، فيستجيب الله له فيرسل عليهم من السماء عذابا وداء، فيفشو في أعناقهم يعني في رقابهم، فيموتون موتة رجل واحد، ثم يطهر الله الأرض من نتنهم. وجاء ذكرهم أيضا في سورة الكهف عند قوله تبارك وتعالى في قصة ذي القرنين: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. قال السعدي رحمه الله: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين. قال المفسرون: ذهب متوجها من المشرق قاصدا للشمال، فوصل إلى ما بين السدين، وهما سدان كانا معروفين في ذلك الزمان، سدان من سلاسل الجبال المتصلة يمنة ويسرة حتى تتصل بالبحر بين يأجوج ومأجوج وبين الناس. ووجد من دون السدين قوما لا يكادون يفقهون قولا، لعجمة ألسنتهم واستعجام أذهانهم وقلة فهمهم. وقد أعطى الله ذا القرنين من الأسباب العلمية ما فقه به قولهم، فاشتكوا إليه ضرر يأجوج ومأجوج وهما أمتان عظيمتان من بني آدم، فقالوا: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض بالقتل والظلم وأخذ الأموال وغير ذلك، فهل نجعل لك خرجا أي نجعل لك عطاء وجعلا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا حائلا يحول بيننا وبينهم؟ ودل ذلك على عدم اقتدارهم بأنفسهم على بنيان ذلك السد، وعرفوا اقتدار ذي القرنين عليه، فبذلوا له أجرة ليفعل ذلك، وذكروا له السبب الداعي لذلك أنهم مفسدون في الأرض وهو إفسادهم في الأرض. فلم يكن ذي القرنين ذا طمع ولا رغبة في الدنيا ولا تاركا لإصلاح أحوال الرعية، بل قصده الإصلاح، فلذلك أجابهم لمطلبهم لما فيه من المصلحة ولم يأخذ منهم أجرة على ذلك، وشكر ربه على تمكينه واقتداره، فقال لهم: ما مكنني فيه ربي خير، أي مما تبذلوني أي مما تبذلون لي وتعطونني، وإنما أطلب منكم أن تعينونني بقوة بأيديكم أجعل بينكم وبينهم ردما، أي سدا مانعا من عبورهم إليكم. آتوني زبر الحديد أي قطع الحديد، فأعطوه ذلك حتى إذا ساوى بين الصدفين أي الجبلين الذي أي الجبلين اللذين بينهما السد قال انفخوا،
أي لإيقاد النار لتشتد فتذيب النحاس. فلما ذاب النحاس الذي يريد أن يلصقه بين قطع الحديث قال آتوني أفرغ عليه قطرا، أي نحاسا مذابا بالنار، فأفرغ عليه القطر فاستحكم السد استحكاما هائلا، وامتنع به من وراءه من الناس من ضرر يأجوج ومأجوج، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، أي يأجوج ومأجوج، أي فما لهم استطاعة ولا قدرة على الصعود عليه لارتفاعه ولا على نقبه لإحكامه وقوته. فلما فعل ذو القرنين هذا الفعل الجميل وهذا الأثر الجليل أضاف النعمة إلى موليها ومعطيها، فقال هذا رحمة من ربي، أي من فضله وإحسانه علي. وهذه حال الخلفاء والصالحين إذا من الله عليهم بالنعم الجليلة، ازداد شكرهم وإقرارهم واعترافهم بنعمة الله تبارك وتعالى، كما قال سليمان عليه السلام لما حضر عنده عرش ملكة سبأ مع البعد العظيم وجاءه في وقت قصير، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر.